افتح بوقك يا قول حاحا 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 فيها هوا حاحا فيها هوا بوقك ريحته ايه؟ تفاح شيشة تفاح؟ لا عصير تفاح انت متأكد انه عصير مش شيشة يا سولي؟ ايه يا مامي سولي ما بيشربش شيشة طالما انت قلتي كده يا مي انت طلعالي انا بثق فيكي كده انا اطمنت انا اللي بشرب شيشة يا مامي تشربي ايه لحبك؟ قولي حاحا فيها هوا ياي الشيشة ما بتطلعش ريحة طلعتي منزلتي يا بعيدة بتشربي شيشة يا مي يا مامي بهزر معاكي شيشة ايه بس؟ ايه الهزار السخيف ده؟ صحيح يا مامي انت ثقتك قلت فينا كده ليه؟ لا هي ثقتي ما قلتش هي بصراحة انعدمت بس اعمل ايه خايفة عليكم؟ حقك تخاف علينا بس مش للدرجة انك انت تشكي فينا ان احنا بنشرب شيشة في السن ده صح صح عندكم حق انا غلطانة السن ده بتاع المخدرات على طول يا جزم يا ولاد الجزم تعالوا بقى لا هتروحوا مني فين؟ فينا. والله انا حوريكوا بقى هتيجي ازاي انا غلبت وفضية وزهقت ومليت وكليت وبقيت انط زي النطيط وبصوصو زي صرصار الغيط خلاص انا تعبت الموضوع بيزيد يوم عن التاني مش قادره خلاص بس يا حبيبتي ابنك عمر لو سمع الكلام ده هيفتكرك خلاص اتجننتي هو لسه هيفتكر انا خلاص فعلا فاضل لي شعر يا رجاء واتجنن يا اختي احمدي ربنا ان انت لسه فاضل لك شعر انا بقى خلاص اقرعت وبقيت ظلبط العيال كل شويه يجيبوا لي كلام غريب ويقعدوا يقولوه جبتوا الكلام ده منين يا عيال يقولوا لي من المهرجانات بسم الله ما شاء الله هي دي العيال ولا بلاش بيروحوا مهرجانات سينما مهرجانات سينما ايه يا اختي ده المهرجانات هي اللي بتجيلهم دول قصدهم على مهرجانات شحت كاريكا واوكا وارتيكا ايه راح فين الزمن الجميل زمن الفن الجميل والاغاني الحلوه والكلام المعبر اديني رمضان انا جوزي شعبان اديني رمضان انا جوزي حرام بس يا جماعه لازم تفهموا ان الجيل الجديد ده له طبع خاص لازم ياخد حريته لا ابوس ايدك الا الحريه دي لا في واحده صاحبتي معايا في الشغل ربت بنتها الحريه اللي بتقولي عليها زي وماله شيء عظيم ورائع اتجوزت عرفي يا مسيت يا نهار منيل بستين دينا يا نهار اسود هو انا لسه هستنى لا يا اختي انا اقوم الحق لا تقومي فين ما تقلقيش عيالك لسه صغيرين يا اختي انا مش خايفه على العيال ما يندقوا بجد واسخ انا خايفه دلوقتي على شعبان المنيل على عينه ده صايع وضايع ده ممكن يعملها انت عارفه شعبان ده عينه قد كده هو بيقعد يبص للستات اديني شعبان انا جوزي رمضان اديني شعبان انا حران وجعان لا انا صعبان عليا البنت اللي جالها بالهريسيا وقاعده على الترعه روحي للي حبتيه شيخة روحي للي حبتيه يلا روحي مانتي خلاص حبيتي غيري مانتي خلاص ما تجيبولي اسمها سيبنا المشكور بصوا يا ولاد جبتلكوا ايه؟ ثواني يا مامي بصوا بس الاول وانت قاعدة تتكلمي واحنا مش عارفين نركز يا سلام تركز في ايه بقى ان شاء الله؟ انت بتمتحن انت بتلعب كورة ماشي بس ده ماتش مهم بيننا وبين اصحابنا بسم الله الرحمن الرحيم فين اصحابكوا دول انتوا بقيتوا تصاحبوا عفاريت صحابنا على النت يا مامي تعرفوهم منين معاكم في المدرسة ها 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 مدرسة ايه يا مامي نعرفهم من على النت يعني ايه من على النت كمان ازاي تلعبوا مع ناس ما تعرفوهمش ولا تعرفوا اصلهم ولا فصلهم ها طبعا نعرفهم يا مامي يعني احنا بنلعب مع بوعميرة من الجزائر عثمان من السودان إلهام موزة من لبنان يا سلام وإذا ممكن افهم بقى انتوا بتلعبوا مع كل دول في نفس واحد ازاي مالتي كمان بتلعبوا مالت لا طبعا يا مامي انت فهميش صح انا سوري بس راجل قوي مالتي ايه يا مامي مالتي يعني رباعي كمان رباعي قللت الادب يا مامي بقى قولي بسرعة بقى احنا لحد ما نشرح لك هياخد وقت كبير جدا واحنا اصلا خلاص خسرنا يعني احسن برضو احسن بصوا سيبوا الهباب اللي في ايديكوا ده واتفرجوا معايا انا جايبالكوا ايه دي العاب الاطفال المحترمة جبتها من عند انكلكوا شعبان ايه اللعب دي دلا دي السلم والتعبان وفي ظهرها الليدو ميدو مين ميدو ايه ليدو ومعايا كمان بنك الحظ بنك الحظ اسمها مونوبلي على فكرة يا سلام يا رايقة مونوبلي ماشي الثقافة واخدة حدها بس دي لعبة رزلة ورخمة قوي وبنقعد 3 ايام ولا حد بيخسر ولا حد بيكسب ومش بتخلص خالص
ايوه يا حبيبي، هو ده الهدف من اللعبه، ان احنا نتلم على حاجه واحده اطول فتره ممكنه. لا يا مامي، بصراحه اللعب دي اولد فاشن وفيك قوي. اولد فاشن وفيك ومونوبولي؟ ايه يا رايقه، ده ايه الثقافه اللي واخده حدها معاكي؟ سيبوا بقى الهباب اللي في ايديكوا ده وتعالوا جربوا معايا. نجرب ايه يا مامي؟ انت جايبه لنا طبقين رز بلبن عايزانا ندوقه. وبعدين يا مامي احنا هنسيب التكنولوجيا ونجرب لعبه ب3 جنيه. تكنولوجيا؟ تكنولوجيا؟ يعني جيت اقول لك اولد فاشن وانت تكنولوجيا؟ حرام عليك، ايه العلام الفاسد ده؟ يا حبايبي يا حبايبي، الهدف من الالعاب ان احنا نتلم كلنا مع بعض. ها؟ برضو مش عايزين نلعب. ده انت غلس قوي يلا. طب ما تيجي انت يا مامي تجربي معانا. اجرب معاكوا ايه؟ فيفا 16. لا ماليش فيها، تعالوا انتوا جربوا معايا طبقين رز بلبن هتتبسطوا. حلو. يلا بقى يلا بقى، بطلوا غلاسه. انا ده انا هقطعك. تقطعي مين بس يا حاجه؟ ده انا كسبك 11-0 في الشوط الاولاني. احنا هنهزر بقى، ده انا مقطعاك مقطعاك. مقطعني؟ حبيبتي الفريق بتاعك اللي لابس احمر. يا سلام. لا انا فاكره ان ده الفريق بتاعك انت. حكي على ايه؟ حكي على ايه؟ قال لك هتقطعي. ده علمك بقى، الدراع ده بايظ والزرار بتاع الاكس ده معلق. هنحمرق بقى. بقول لك ايه، شغل المبتدئين ده مش عليا. ها انا حافظه. مبتدئين؟ ماشي ماشي. قومي قومي افتحي الباب. مين يا مي؟ ده انكل سمير يا ماما. انكل سمير؟ بصراحة بقى أنا ما قدرتش يا دكتور، ما قدرتش. أصل البلاي ستيشن دي طلعت لعبة فظيعة تجنن. طبعا دي كلها حاجات حديثة جديدة وتكنولوجيا، مش حاجات المزنبلك بتاعتكو. يا سلام، على أساس أنت على أيامك يعني كانت الألعاب بالطاقة الشمسية مثلا؟ على أيامي؟ لا على أيامي ما كانتش اللعب طلعت خالص. طيب أنا هعمل إيه بس دلوقتي؟ شوف يا ستي، انت خدي الكتاب ده، ده اسمه الوصايا العشرة لأولادك، تقري وتعلمي الأولاد. أيوة بس الكتب كتير، كتب كتير يا دكتور، بس التنفيذ صعب. يعني انت قريتيهم قبل كده؟ لا. عمرك ما هتعرفي تنفذي، اقري. حاضر حاضر هقرا ما تزعقش. تتأثر الأبناء بشدة بأسلوب النصح عن طريق القصص الواقعية من خلال تحويل النصائح إلى شخصيات ومواقف توضع أمام الأبناء كقدوة ومثل. يعني أنا مش فاهمة حاجة. يعني أنت هتألفي قصة كده واقعية جميلة وتنقي شخصية فيهم أنت حباها وتمثليها. الله، يعني أتقمص شخصية حد؟ برافو. الله، عارف أنا نفسي أتقمص شخصية طلعت حرب. يعني طلعت حرب مش مشكلة، بس أنا أفضل طلعت زكريا صاحبنا. يا دكتور، عارف ليه بس طلعت حرب؟ علشان أعمل بنك زي اللي عمله طلعت حرب. طيب أقوم أنا بقى أسحب فلوسي من البنك بتاعي عشان أحطهم في البنك اللي أنت هتروحي تاخدي منه الفلوس. حلوة قوي، فكرة هايلة. الحقيني يا رجاء. يا مامي حرام عليكي بقى. يا مامي يا نبي بقى. لا لا يا مامي لا. ايش يا مامي؟ هو لسه شفتوا حاجة؟ لا لا يا مامي. مال مال هتقولوا بقى؟ مش هتعترفوا كنتوا بتعملوا تشات مع مين؟ مش هتنطقوا صح؟ لو ما نطقتوش هزود الميه السخنه والملح في الميه اللي منوعين فيها. يا مامي ما احنا قلنا لحضرتك. انا ما اسميش مامي. ما احنا قلنا لك يا ست ريا. انا مش ريا. احنا اسفين يا ست سكينه. وانت مش هتنطق وتعترف؟ السيديهات بتاعت الفيفا والايفوليوشن والكاندي كراش وايه التالتة اللي كانت تانية كانت ايه؟ تيكن. تيكن ايوه، وتيكن دي مخبيهم فين؟ يا مامي ممكن تقولي لنا انت بتعملي فينا كده ليه؟ ما اسميش مامي، قلت ما اسميش مامي. ست سكينة
عارفه انا بعمل فيكوا كده ليه؟ انت عارف؟ لا. انا بعمل فيكوا كده علشان الامن يستتب في البيت ده، علشان ما يبقاش فيه انفلات امني. ما يبقاش فيه ايه؟ انفلات امني. علشان الحريه الزياده وعدم المسؤوليه اللي انتوا فيها. بس ده ضد حريتنا. نعم يا اخويا ضد ايه؟ لا هي دي حريتكم. انا من هنا ورايح اللي هقول لكم ايه هي الحريه اللي مسموح لكم بيها. يعني هي دي الحريه يا مامي؟ ايوه يا اختي هي دي بقى الحريه، تبقى زي ما تبقى. يعني يا مامي انت منين بتعذبينا وحاطه رجلينا في ميه وملح، ومنين بتحبينا وبتخافي علينا؟ ايوه، وبعدين ايه الميه الملح اللي انت بتعذبينا فيها دي؟ انت كده عايزه تخليلي رجلينا. ما انا مش عارفه اعمل ايه بصراحه، مش عارفه اعمل ايه وتعبت تعبت تعبت. يا مامي انت قلت لنا انك هتحكي لنا على شخصيه ناخدها قدوه لينا، مش تعملي لنا ريا وسكينه. صحيح يا مامي، هدي الشخصيه القدوه أزرق وسكينة كانوا بيخطفوا الستات ويقتلوهم وياخدوا الذهب بتاعهم. ايوه صح كانوا بيعملوا كده. بس عامل ايه بقى اللي لقيته؟ الجلابيه اللي لقيتها كنت عايزه اخوفكم وخلاص. بقول لكم ايه، انا تعبت تعبت ومش قادره اشيل المسؤوليه لوحدي. انا هكلم ابوكوا يرجع بالسفر يشيل المسؤوليه معايا. يا مامي احنا عارفين انك بتحبينا وبتخافي علينا. يا سلام. ايوه بس برضه ما ينفعش انك انت تكتبي مقالات على الابناء اللي لازم يكون عندهم شخصيه وانت بتاخدي مننا حريتنا. لو النبي ايه؟ ايوه يا مامي، يعني ما ينفعش نفضل ماشيين وراكي زي البط اللي ماشي ورا امه لحد ما تتجوز. يا سلام، انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ بتجيبوا الكلام ده منين؟ من النت. الله يقطع النت على اللي بينتتوه. يا مامي ما تخافيش، احنا عارفين حدودنا كويس. ايوه، ومش معنى انك انت اديتينا حريه فاحنا معنى كده ان احنا مش قد المسؤوليه. بجد؟ ايوه. طيب ممكن تبقوا تعلموني شويه على النت عشان انا ميح خالص. بس بشرط انك انت تفتحي دماغك معانا شويه. قصدك ايه انا غبيه؟ لا لا مش القصد، انا اسف. طيب خلاص خلاص افرغ. اخيرا. رجليكوا وجعاكم؟ اكيد يعني. خليلت جامد يعني؟ خليلت. يا نهار ابيض، انا بقيت لفت يا مامي.